غلق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه. لافروف وزيلينسكي أعلنان تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تعلن عدم الاستسلام لوقف المعاناة. الرئيس اللبناني يؤكد ضمان نزاهة الانتخابات النيابية ويشدد على التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاحها. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميل أحمد أبو زيد. مساء الخير أحمد. أهلا بك لؤي، شكرا جزيلا وسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. تم غلق تطبيق نبض في مصر بعد تعرضه للاختراق وبث أخبار كاذبة عليه من قبل مجهولين. هذا وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع الاختراق مع اتخاذ اللازم حيال الموقع. كما تعرض أيضا موقع روسيا اليوم الإخباري لهجوم إلكتروني بعد قيام مجهولين باختراقه. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. أكد وزير الدفاع في برقيته تجديد رجال القوات المسلحة العهد بأن يظلوا أوفياء لقسم الولاء للوطن، حراسا للأرض والإرادة، عاملين على أن تمتلك القوات المسلحة من أسباب العلم والقوة ما يعزز من قدرتها ودورها الوطني في الدفاع عن الوطن ومقدراته وتاريخه الحضاري العريق. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وجاء في البرقية أن عيد الفطر المبارك نموذج لمعاني وقيم الإنابة وحسن الجزاء، ودافع على البذل والعطاء لرفعة الوطن ومواصلة التنمية والبناء، داعيا الله بأن يحفظ البلاد وأن ينصر المسيرة الوطنية نحو مزيد من النماء والازدهار والرخاء. كما بعث وزير الداخلية برقيات التهنئة إلى كل من رئيسي مجلس النواب والشيوخ ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. أعلنت وزارة الداخلية استمرار منظومة منافذ أمان التابعة للوزارة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة في مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين. أضافت الوزارة أنه تقرر كذلك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لشهر إضافي وحتى الأول من شهر يونيو المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وحتى نهاية العام الجاري، فقد تقرر مواصلة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية العام الجاري تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الأحداث على الساحة الدولية. وتشهد منافذ أمان وفرة كبيرة في المعروض من مختلف أنواع السلع، كما تتسم بجودة عالية والانتشار الكبير لمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. كما تقرر بمناسبة عيد الفطر المبارك استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من شهر يونيو القادم،
لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية، والتي تقترب من 1000 فرع. وقد حققت المبادرة نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها في تخفيض الأسعار. نحب نطمن المستهلك ان المبادره ممدوده معانا بكل الكميات، ومش عايزين الناس تقلق. احنا بنبعت رسائل طمانينه ان كل المنتجات موجوده وباسعار مناسبه، وفي بعض المنتجات بتوصل الى 60%. هو بصراحه انا كنت نازله اشتري حاجات يعني لوالدتي وللاسره عندنا، ولقيت ان في تخفيض في الاسعار كبير جدا، وفرق اسعار يعني انا لما كده حاسب لقيت ان في فرق اسعار كبير. كل العالم فيه ارتفاع شديد في الاسعار، تيجي مبادرة زي دي في وقت زي ده بصراحة خففت كتير عن المصريين. أسعار كلها في متناول الجميع، تخفيضات 30-40%، حاجات جميلة وفي متناول الجميع. يعني بنشكر فخامة الرئيس على المبادرة دي، خففت عن الناس كتير. استفاد المواطنون من التخفيضات في شراء متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة، مع وفرة المعروض من كافة أنواع السلع والتي تتسم بجودة عالية، وهو ما أشاد به وبحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عنهم مهما كانت الظروف والمتغيرات التي قد تؤثر على الأسعار. هي المبادرة بصراحة جميلة، فيها خصم من 30-40%، الحاجات جميلة جدا في ظل الأسعار اللي احنا شايفينها العالمية ديت، فتعتبر حاجة كويسة جدا يعني. والله حاجة كويسة، وريت تستمر السنة كلها بحيث انها تظبط برضك السوق بره أفضل وأفضل يعني. السعر طبعا في المبادرة مختلف عن بره أكيد، يعني ألف السعر طبعا. شيء جميل جدا انك تلاقي كل حاجة في مكان واحد وتقل في السعر. ربنا يخلينا الرئيس. بنشكر سيادة الرئيس وبنشكره على المبادرة دي، ودايما حاسس بالناس. يا وجودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما. المبادرة انتشرت فعالياتها وامتدت على مستوى الجمهورية بكل المحافظات بتنسيق بين مديريات الأمن وكبار الموردين والتجار بكل محافظة، وهو ما انعكس على وفرة المعروض في السلاسل التجارية والشوادر المقامة لهذا الغرض. وقد حرصت الوزارة على توضيح عناوين السلاسل التجارية والمنافذ المشاركة في المبادرة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليسهل الوصول إليها. عطاء متجدد من مبادرة كلنا واحد، وفعالية كبيرة حققتها منذ انطلاقها نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويظهر تأثيرها واضحا في المناسبات المختلفة التي تتزامن مع إطلاقها لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، مع تأكيد على استمراريتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 360 قضية تموينية لمضبوطات أكثر من 120 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 52 طن سلع غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 32.5 طن، كما تم ضبط أكثر من 19 طن دقيق مدعم وسكر تمويني في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 409 قضايا، من بينها 63 قضية خبز ناقص الوزن و116 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية تلقي باللوم على روسيا في أزمة الغذاء العالمية، لكنها لم تبدأ هذا العام، مشيرا إلى أنها تفاقمت بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
شدد لافروف على أن بلاده لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف الناتو وفق تعبيره، مؤكدا أن مثل هذا التطور للأحداث سيزيد من مخاطر الحرب النووية التي لا يمكن السماح بها. وفي تعليقه على سير المفاوضات بين بلاده وأوكرانيا، أشار لافروف إلى أن المفاوضات تعثرت بسبب تعنت كييف على حد قوله. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك احتمالات كبيرة بتوقف محادثات السلام مع موسكو. ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا عن زيلينسكي القول لصحفيين بولنديين إن السبب في ذلك يعود إلى الغضب الشعبي الأوكراني بشأن ما قال إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية في بلاده. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الأمم المتحدة ستضاعف جهودها لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة الإنسانية في أوكرانيا. وأشاد غوتيريش في تغريدة له بما أسماه صمود وشجاعة الشعب الأوكراني، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تستسلم وستقف دوما إلى جانب الأوكرانيين. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بدء تدريب عسكريين أوكرانيين على استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية على الأراضي الألمانية. وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أن هذه التدريبات ستكون امتدادا للتدريبات السابقة على استخدام المدافع والتي جرت في أماكن أخرى. كما أضاف أن التدريبات ستشمل التدريب على استخدام محطات الرادار الجديدة والعربات المدرعة التي تم إدراجها على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا. طلبت أوكرانيا عقد اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لبحث آثار العملية العسكرية الروسية على الصحة وقطاع الرعاية الصحية في أوكرانيا. وفي خطاب أرسلته إلى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أكدت البعثة الدبلوماسية الأوكرانية في جنيف أن العملية العسكرية لروسيا تسببت في تضرر كبير لعدد من المنشآت الصحية وتعطل لحملات التطعيم وسط مخاوف من مخاطر حوادث إشعاعية وكيميائية. أعلنت روسيا فرضها قيودا على أفراد في النرويج وأيسلندا ومنطقتي غرينلاند وجزر فارو ذاتيتي الحكم التابعتين للدنمارك، وذلك ردا على انضمامها إلى العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وأشارت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها إلى أن هذه الدول والمناطق ذاتية الحكم المذكورة انضمت إلى العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، وتبنت قيودا بحق عدد من المسؤولين الروس، لافتة إلى أن القائمة السوداء الجديدة تشمل أسماء عدد من البرلمانيين وأعضاء الحكومات والممثلين عن أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وبعض الشخصيات الاجتماعية الذين يروجون بشكل نشط للخطابات المعادية لروسيا. وصفت الرئاسة الروسية القانون الأمريكي الذي يسمح بإرسال الأصول المصادرة الخاصة بالأجانب إلى أوكرانيا بأنه تشويه صارخ للقانون. وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن القانون الأمريكي يشكل سابقة خطيرة للغاية، وهو تشويه صارخ لأي قواعد قانونية وانتهاك جسيم للمفاهيم القانونية بشكل عام، لأن هذا ليس أكثر من مجرد مصادرة للملكية الخاصة، كما أنه يعد محاولة لإطفاء الشرعية الزائفة على هذه المصادرة وفق تعبيره. أعلنت سلطات مقاطعة بريانسك الواقعة غرب روسيا عن تعرض منشأة تابعة لحرس الحدود الروسي للقصف من الأراضي الأوكرانية. وذكر حاكم المقاطعة أن القصف بمدافع هاون استهدف مركزا لإدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية، مشيرا إلى أنه لم يخلف إصابات بشرية لكنه ألحق ضررا بخطوط الإمداد بالمياه والكهرباء، مؤكدا أن أعمال الترميم قد أجريت لاستئناف الإمدادات. أقرت أوكرانيا بأنها تتكبد خسائر كبيرة في العملية العسكرية الروسية الجارية شرقي البلاد، لكنها قالت أن الخسائر الروسية أفدح. اعترفت أوكرانيا في تصريحات على لسان أحد مستشاري الرئيس فلاديمير زيلينسكي بخسارتها السيطرة على بلدات وقرى شرقي أوكرانيا، لكنها قالت أن المكاسب التي حققتها موسكو جاءت بثمن باهظ للقوات الروسية المنهكة بالفعل من هزيمتها السابقة قرب العاصمة كييف.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الهجوم الروسي على منطقة دونباس يتقدم ببطء بسبب مقاومة الجيش الأوكراني. وأضاف المسؤول الأمريكي أن الروس تأخروا عما كانوا يأملون في تحقيقه في دونباس، لافتا إلى أنهم يواصلون تهيئة الظروف لهجوم مستدام وأكبر. أسرت القوات الروسية متطوعين بريطانيين اثنين يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما جاسوسان وفقا لما أوردته منظمة بريزيديوم نتورك غير الهادفة للربح. قالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إن جنودا روس أسروا بول أوري وديلان هالي عند نقطة تفتيش في جنوبي مدينة زابوروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن سترسل أوائل مايو القادم متخصصين في دراسة جرائم حرب إلى أوكرانيا للقيام بجمع البيانات حول الجرائم المحتملة هناك. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الخبراء الذين سيكون من بينهم أشخاص متخصصون في التحقيق بقضايا العنف الجنسي في مناطق الحروب سيساعدون الحكومة الأوكرانية، مضيفة أن الخبراء سيصلون إلى بولندا في النصف الأول من مايو القادم للقاء ممثلي المنظمات غير الحكومية واللاجئين لبحث المساعدة الملموسة التي قد يقدمونها في التحقيق. بريطانيا أيضا كشف وزير الدفاع بن والاس أن بلاده ستشارك في التدريبات العسكرية مع حلفائها وحلف الناتو والمقرر لها شهر مايو المقبل. أوضح بن والاس أن مشاركة بريطانيا تمثل إظهارا للتضامن والقوة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تلك التدريبات تعد واحدة من بين أكبر عمليات الانتشار المشتركة منذ الحرب الباردة. وشدد الوزير البريطاني على أن أمن أوروبا أصبح القضية الأكثر أهمية منذ أي وقت مضى. وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي عملية تمويل أوكرانيا بالمساعدات بالأمر الطارئ، معتبرة أن توفير المساعدة الأمنية والعسكرية سيساعد الأوكرانيين على الانتصار في الحرب. وأشارت ساكي إلى أن الهدف هو دعم القادة والمواطنين الأوكرانيين لاستئناف المحادثات الدبلوماسية البناءة، لافتة إلى أنه لا يوجد دليل على اتخاذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوات نحو التفاوض، سواء من السماح بالمساعدات الإنسانية أو فتح ممرات إنسانية. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن قانون إعارة الأسلحة سيسمح بتسليم الأسلحة بشكل سريع إلى أوكرانيا. وأوضحت بيلوسي أن قانون إعارة الأسلحة للدفاع عن ديمقراطية أوكرانيا وفق تعبيرها يعد برنامجا محوريا يتنازل فيه عن المتطلبات التي قد تستغرق وقتا أطول فيما يخص سلطة الرئيس لإرسال مواد دفاعية مهمة إلى أوكرانيا. وأشارت بيلوسي إلى أن الإجراء يسمح بتسليم شحنات ضخمة إلى واشنطن من الأسلحة إلى أوكرانيا مباشرة من خلال التخلص من بعض العقبات الإجرائية البيروقراطية، كما يساعد الدول المتضررة من العملية العسكرية الروسية كبولندا وغيرها من دول في شرقي أوروبا مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق. أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه وجه دعوة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في جزيرة بالي نوفمبر القادم. وذكر ويدودو أثناء مؤتمر صحفي أن بوتين أعرب خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما أعرب عن امتنانه لهذه الدعوة، كما أبدى نيته حضور القمة. ورجح الرئيس الإندونيسي التوصل إلى حل وسط في مسألة مشاركة بوتين في القمة القادمة بعد ضغط غربي مكثف يرمي إلى إقصاء موسكو عن هذا الاجتماع ردا على عمليتها العسكرية على أوكرانيا.
شددت فرنسا على أن المساعدات العسكرية التي تقدمها هي وحلفاؤها إلى أوكرانيا لا تعني أن هذه الدول تخوض حرباً ضد روسيا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن ما تفعله باريس يشكل تقديم دعم إلى دولة تعرضت لعدوان خارجي. وقالت المتحدثة أن من شأن المخاوف من خطر اندلاع حرب نووية في العالم، مؤكدة أن هذه الأحاديث لا أساس لها من الصحة. أعلنت الحكومة النرويجية أنها ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وتقوم بإغلاق موانئها أمام السفن الروسية باستثناء سفن الصيد. وذكرت الحكومة أن الحظر على القوارب التي ترفع العلم الروسي من التوقف في الموانئ النرويجية سيدخل حيز التنفيذ في 7 مايو المقبل، وإنه لن يؤثر على قوارب الصيد. وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إن العقوبات تعد وسيلة رئيسية للضغط على روسيا، ومن المهم أن نقف إلى جانب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لمواصلة إضعاف القدرات الروسية على تمويل الحرب في أوكرانيا. قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الدول الأوروبية بحاجة إلى إعادة التفكير فيما يحدث في أوكرانيا لفهم من المستفيد الأكبر من الصراع ومن الخاسر الأكبر وفق تعبيره. أضاف المتحدث أن بكين صرحت مرارا وتكرارا أن الفاعلين الحقيقيين في الصراع ليسا روسيا وأوكرانيا لكن روسيا والولايات المتحدة. ودعا تشاو ليجيان سلطات الدول الأوروبية إلى تعلم الدرس مما يحدث في أوكرانيا. أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده وروسيا تمتلكان الموارد والتكنولوجيا الكافية لمقاومة ضغوط العقوبات الغربية عليهما، مشددا على أنه لن يكون من الممكن إذلال بيلاروسيا وروسيا بسبب العقوبات، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن ضغوط العقوبات أجبرته على البحث عن فرص جديدة. أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أن بلاده ليس لديها أي خطط لدفع ثمن شحنات الغاز الروسي بالروبل. وقال رئيس الوزراء التشيكي أن براغ لا تنوي الاستسلام لما أسماه ابتزاز روسيا، مشددا في الوقت ذاته على أن الدول الأخرى التي توافق على شحنات الغاز الروسي بالروبل بأنها ترتكب خطأ كبيرا. وأشار إلى أن هذا الأمر يشكل انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا. أثار قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بسبب عدم قدرة الدولتين على دفع الثمن بالروبل الروسي ردود فعل مختلفة، كما فتح باب التكهنات بمواقف متضاربة بين مؤيد للخطوة ورافض لها. المزيد مع الزميلة دانا مدحت. أهلا بكم. حالة من الترقب والتخبط تعيشها الأسواق الأوروبية بعد قرار شركة غاز بروم الروسية قطع إمدادات الغاز عن كل من بولندا وبلغاريا لعدم قدرتهما على دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي. قرار أثار المخاوف لدى بقية الدول الأوروبية والتي يساورها القلق من إمكانية قطع الإمدادات عنها في الخطوة التالية. وفي ردة فعل على هذا القرار، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن بولندا وبلغاريا ستحصلان على الغاز من جيرانهما الأوروبيين، معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته روسيا سيضر بالاقتصاد الروسي وأنه يظهر عدم موثوقية روسيا كمورد للغاز، وواصفة هذا القرار بمحاولة استفزاز لأوروبا. من جانبه نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذه الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للابتزاز، ومؤكدا أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز، ورافضا في هذا الصدد الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل. وإيطاليا من جانبها أعلنت عن رفضها لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، مؤكدة بأنها من بين الدول التي تعد نفسها للاستغناء عن الغاز الروسي. هذا وأشار مسؤول بالخارجية الإيطالية إلى أن روما تبحث عن مصادر أخرى للإمداد، داعيا إلى تسريع مشاريع الطاقة المتجددة والتي تنتظر الحصول على التراخيص. هذا وجريدة فاينانشال تايمز البريطانية ذكرت بأن بعض شركات الطاقة الكبرى في أوروبا تستعد الآن لاستخدام نظام دفع جديد للغاز الروسي استجابة لطلب الكرملين.
قرار يقول معارضوه أنه سيضعف عقوبات الاتحاد الأوروبي ويهدد وحدة التكتل ويوفر المليارات نقداً للاقتصاد الروسي. الجريدة أشارت أيضاً إلى أن موزعي الغاز في كل من ألمانيا والنمسا والمجر وسلوفاكيا يخططون لفتح حسابات بروبل في بنك غازبروم في سويسرا، وذلك من أجل تلبية المتطلبات الروسية للمدفوعات بعملتها الخاصة، في وقت نصحت فيه مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي الشركات بأن تلتزم بعقود الغاز القائمة وألا تدفع بالروبل. البيت الأبيض أشار إلى أن وقف إمداد الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا هو مثال لاستخدام الطاقة كسلاح. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أنهم على اتصال بمسؤولين حكوميين من بولندا وبلغاريا. أشارت إلى أن القادة البولنديين قالوا إن لديهم القدرة من خلال الاحتياطيات والمدخلات الأخرى في الوقت الحالي. هذا وقالت إن بلغاريا تدرس أيضا الآن إجراءات استيراد أخرى. تداعيات القرار الروسي بوقف ضخ الغاز لبولندا وبلغاريا كانت حاضرة في كل أنحاء القارة الأوروبية، إذ ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تقارب 24%، ما أدى إلى ضغوط إضافية على التكاليف في وقت يتسارع فيه التضخم، وذلك فضلا عن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.1 نقطة مئوية إلى 2.8%. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لأبرز مواقف الدول من قرار وقف إمداد الغاز الروسي لكل من بولندا وبلغاريا وربط استمراره بدفع المقابل بالروبل الروسي. شكرا لكم. محليا، هذه المرة أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة بشأن إصدار أي قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي بدءا من طلبة دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام. وقد شددت وزارة التربية والتعليم على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير، سواء كان ذلك في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلبة وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. أعلنت وزارة الأوقاف تجهيز أكثر من 600 ساحة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات التي تقام بها صلاة العيد. وأقررت الوزارة في بيان السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم والتوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة استعدادات الصلاة. عقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف الوزارة عليها، وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. شهد الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك في المحافظات المختلفة والاطمئنان على توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين. وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام عيد الفطر المبارك لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية. كما وجه عبد العاطي بتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية خلال أيام العيد، وتلقي أي شكاوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة. شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، وذلك بشأن تأمين جودة التعليم والتأهيل لهم. أكدت الوزيرة أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق ورعاية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة من متحدي الإعاقة، كما أشارت إلى أن القيادة السياسية أدرجت عمليات زراعة القوقعة ضمن نظام التأمين الصحي للدولة،
إذ تتكلف العملية الواحدة حوالي 100 إلى 150 ألف جنيه. عربيا، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن ضمان جزء كبير من نجاح الانتخابات النيابية يتوقف على التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية، وشدد عون على ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات. كما أشار الرئيس اللبناني إلى أهمية دور هيئة الإشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملا وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخابات لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة. شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها، خصوصا المؤسسات العسكرية والأمنية. أكد ميقاتي أهمية الاستحقاق الانتخابي المقرر له 15 من شهر مايو المقبل، داعيا إلى تسوية الخلافات السياسية. وحذر ميقاتي من خطورة التعرض للقوى الأمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة لبنان وشعبه. عراقيا، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي نجاح الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال عامين. وأوضح الكاظمي أن حل الأزمة السياسية في العراق لا يكون بالخطابات السياسية، وإنما بمحاولة استعادة الثقة في الحكومة. أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات الكفيلة بحماية مدينة بغداد. وأضاف رسول أن هناك عمليات استخباراتية تجري بملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة 3 أشهر فقط، ويمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مانول، كما يطلب من الأمين العام الإسراع بتعيين مبعوث جديد له. في تونس، أعلنت وزارة الداخلية تفكيك خلية تكفيرية بإحدى ولايات الوسط تضم 3 عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي. أوضحت الداخلية التونسية في بيانها أن عناصر الخلية قاموا بعمليات الرصد الأولية لإحدى الوحدات الأمنية تمهيدا لاستهداف أفرادها، مؤكدا إلقاء القبض على العناصر الثلاثة. أعرب رئيس كوريا الجنوبية المنتهية ولايته مون جي إن عن قلقه من أن استمرار كوريا الشمالية في اختبار أسلحة جديدة قد يعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الأزمة. ودعا مون الجيش خلال مأدبة غداء أقامها على شرف كبار المسؤولين العسكريين، دعا إلى الحفاظ على الموقف الدفاعي القوي لتبديد مثل هذه المخاوف، معربا عن قلقه من أن استمرار كوريا الشمالية في اختبار الأسلحة قد يعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى الأزمة سابقا. ذكرت وسائل إعلام محلية أن اليابان تمكنت من تحديد موقع جسم سفينة سياحية مفقودة قبالة ساحلها الشمالي بعد 6 أيام من اختفائها في حادث أسفر عن سقوط 14 ضحية على الأقل. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن جسم السفينة عثر عليه في مياه تبلغ عمقها نحو 100 متر قرب سواحل جزيرة هوكايدو الشمالية، وقد حدد الموقع من لقطات لكاميرا تحت الماء للقوات البحرية اليابانية.
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تدرس أكثر من 170 إصابة بالتهاب الكبد الحاد الشديد مجهول السبب عند الأطفال في 16 دولة لتحديد أسباب الإصابة، هل هي معدية أم غير معدية. وأضافت المنظمة الدولية أنها تحقق في مجموعة من العوامل الأساسية المحتملة المعدية وغير المعدية التي قد تتسبب في هذه الحالات، كما لفتت إلى أنه يبدو من التحقيقات حتى الآن عدم اكتشاف أي من الفيروسات الشائعة التي يمكن أن تتسبب في التهاب الكبد الحاد، كما نوهت المنظمة إلى أن الارتباط المحتمل بالفيروس الغدي هو عدوى شائعة عند الأطفال، يعد إحدى الفرضيات المحتملة للسبب الأساسي. ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء أن كافة خدمات قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين وكوريا الشمالية توقفت بعد ظهور سلسلة من الإصابات بكوفيد-19 في مدينة داندونغ الصينية الحدودية. نقلت الوكالة أن السلطات في داندونغ قررت تعليق الخدمات بناء على طلب من كوريا الشمالية، وقد جاء تعليق الخدمات بعد أقل من 4 أشهر على تخفيف كوريا الشمالية إغلاقها للحدود المستمر منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي كورونا الذي بدأ مطلع عام 2020. أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المدير العام للصندوق كريستالينا جورجيفا أجرت اختبار كوفيد-19 وأنه جاءت نتيجته إيجابية، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض خفيفة فقط. وأضاف المتحدث جيري رايس في بيان أن جورجيفا ستعمل عن بعد بينما تعزل نفسها في منزلها، مشيرا إلى أنها تلقت اللقاح المضاد لكوفيد-19 بالكامل بالإضافة إلى جرعة معززة. أتى حريق غابات ناجم عن الجفاف على 166 منزلا في شمال ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ويهدد مئات المنازل الأخرى مع هبوب رياح قوية تدفع ألسنة اللهب نحو قرى جبلية بحسب مسؤولين محليين. واستعد الآلاف من السكان لمغادرة منازلهم وسط مخاوف من أن تدفع الرياح العاصفة بالنيران إلى المجتمعات في وادي مورا على بعد 64 كيلومترا شمال الشرقي سنتاوي. ويعد الحريق والأكبر والأكثر تدميرا من بين عشرات من حرائق الغابات المستعرة في جنوب غربي الولايات المتحدة. ويقول علماء أن الحرائق أكثر انتشارا وقد بدأت في وقت مبكر نسبيا هذا العام بسبب موجات التغير المناخي، وحث المسؤولون السكان على الاستعداد للفرار من النيران التي أجبرت نحو 10,000 شخص على الهرب، لكنها لم تسفر حتى اللحظة عن أي وفيات. أعلنت الصين إطلاق قمرين صناعيين بنجاح إلى الفضاء من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب الصين. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق القمرين سيوي 01 و 02 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 2C، وأنهما دخلا إلى المدار المخطط لهما. وسيوفر القمران الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضري والتنمية الرقمية الريفية. في إطار الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة من مبادرة السداد الفوري للمصدرين، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 564 شهادة صرف ل 564 شركة بإجمالي ملياري جنيه، لافتة إلى أن عدد الشركات المستحقة للمساندة التصديرية في إطار هذه الدفعة تبلغ 683 شركة بإجمالي 2,400,000,000 جنيه. قالت الوزيرة إن سداد هذه الدفعة من المستحقات يأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري مع سرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، مشيرة إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعانيها دول العالم حاليا.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توافر أرصدة وإمدادات للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة. وخلال اجتماع موسع ضم رؤساء شركات توزيع ونقل المنتجات البترولية والبوتاجاز والغاز الطبيعي التابعة لقطاع البترول والشركات الأجنبية والخاصة العاملة في السوق المصرية. خلال الاجتماع أكد الملا على متابعته المستمرة بشكل يومي للتأكيد على توافر المنتجات بسهولة ويسر، خاصة مع موسم الإجازات الحالية وكذلك مواسم الحصاد والتي تشهد زيادات في مثل تلك الفترات ويتم الوفاء بها بانتظام. أعلنت روسيا أنها سددت ديونا لها بالدولار، وقالت وزارة المالية أنها سددت مدفوعات بالقسائم بقيمة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار على سندين يستحقان في عامي 2022 و2042 بعملة إصدار سندات بالدولار. وكانت هناك مخاوف من احتمالية تخلف موسكو عن السداد بسبب العقوبات الغربية عليها جراء عملياتها العسكرية التي أطلقتها في أوكرانيا. مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتوالى تحذيرات من المؤسسات الدولية من حدوث أزمة اقتصادية عالمية. المزيد في التقرير التالي. في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ازدادت حدة تحذيرات من قبل المؤسسات الدولية بشأن حدوث أزمة اقتصادية عالمية. البنك الدولي في أحدث تقاريره حذر من أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستتسبب في أكبر ارتفاع في أسعار السلع منذ سبعينيات القرن الماضي، موضحا أن الاضطراب الناجم عن الصراع سيسهم كثيرا في ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الوقود والغاز الطبيعي إلى القمح والقطن. جاء هذا في وقت حذر فيه خبراء اقتصاد من دخول كل من أوروبا والصين والولايات المتحدة في حالة ركود بنفس الوقت في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، مشددين على أن مخاطر حدوث ركود عالمي آخذة في الارتفاع يوما بعد يوم. الجارديان توقعت أيضا أن يؤدي الإغلاق واسع النطاق لاحتواء فيروس كورونا في الصين إلى إحداث فوضى في سلاسل التوريد العالمية على المدى القصير، والتي ستؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة التي ترتفع فيها أسعار المستهلكين حاليا بأقصى سرعة خلال 40 عاما، هذا بالإضافة إلى انخفاض الطلب في أوروبا التي قد تكون على شفا ركود. من جانبه توقع تقرير صندوق النقد الدولي عن شهر إبريل تباطؤ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6% في 2022 و2023، حيث أدت الزيادات في أسعار السلع الناتجة عن التطورات في أوكرانيا وضغوط ارتفاع الأسعار إلى توقعات تضخم بنسبة 5.7% لعام 2022 في الاقتصادات المتقدمة و8.7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. يحل النادي الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا اليوم في الجولة 17 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم. يحتل النادي الأهلي المركز الثاني مؤقتا في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 13 مباراة وبفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي لعب 16 مباراة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة. نال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الجائزة السنوية لرابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا كأفضل لاعب في موسم 2021-2022، وتفوق صلاح على نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين والذي حل ثانيا، ولاعب ويست هام ديكلان رايس صاحب المركز الثالث. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة المربوقة، إذ سمق له إحرازها في موسم 2017-2018. ويقدم النجم المصري عروضا رائعة خلال الموسم الحالي، إذ سجل 22 هدفا
وقدم 13 تمريرة حاسمة في 31 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي. في إنجلترا أيضا ومع ليفربول، حيث أعلن فريق المدينة تمديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب حتى عام 2026. وقاد المدير الفني الألماني الريدز في 371 مباراة، حقق فيها 232 انتصارا و77 تعادلا و62 هزيمة. حقق يورجن كلوب العديد من البطولات مع الفريق، والتي يأتي في مقدمتها لقب الدوري الإنجليزي عام 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا في 2019، إلى جانب فوزه شخصيا بجائزة أفضل مدرب في العالم من فيفا في عامي 2019 و2020. يواجه ليفربول مضيفه نيوكاسل يونايتد اليوم في افتتاح الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي من أجل العودة إلى الصدارة من جديد، حيث يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 79 نقطة، مبتعدا بفارق نقطة واحدة فقط عن مان سيتي المتصدر. في إسبانيا تعادل فريق إشبيلية مع قادش بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة 34 من لا ليغا. بهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد قادش عند 32 نقطة في المركز السابع عشر. يستقبل ريال مدريد ضيفه إسبانيول اليوم في الجولة 34 من الدوري الإسباني، ويحتاج الريال إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري للموسم الحالي. ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليغا برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني. نقطة واحدة تفصل ريال مدريد عن لقب جديد يضاف إلى خزائنه عندما يستضيف إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني. الفريق الملكي يحتاج إلى الفوز أو التعادل فقط أمام إسبانيول من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، كما يسعى الريال لتحقيق لقب الليغا لرفع معنويات اللاعبين
قبل مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي الآونة الأخيرة وصل ريال مدريد نتائجه الرائعة بعد الفوز على أوساسونا خارج ملعبه بنتيجة 3-1 في الجولة 33. أما إسبانيول فقد اقترب من ضمان البقاء في الدوري الإسباني الموسم المقبل، لكنه تلقى هزيمتين في آخر جولتين أمام أتلتيكو مدريد وريو فايكانو على الترتيب. ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يحتل إسبانيول المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد أن تمكن من حصد 39 نقطة خلال الموسم حتى الآن، ويفصله 9 نقاط عن مراكز الهبوط. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، على أن يكون معتدلا على السواحل الغربية، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. وبأخبار الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام جولة منتصف الليل، وهذا تذكير بأهم العناوين. غلق تطبيق نبض في مصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عليه. لافروف وزيلنسكي يعلنان تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تعلن عدم الاستسلام لوقف المعاناة. الرئيس اللبناني يؤكد ضمان نزاهة الانتخابات النيابية ويشدد على التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاحها. كالمعتاد بإمكان حضراتكم تحميل التطبيق الخاص بقناة إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الذي يظهر على شاشتنا. هذه تحيات لؤي أباضة وتحيات أحمد أبو زيد، في أمان الله.